عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بقى إن شاء الله الجزء بتاع الديبارتمنت بتاع أسئلة الاسم. يعني أول سؤال معانا بيقول features of hypoglycemia don't include، الحاجات دي كلها في الهايبوغليسيميا ما عدا التاكيبنيا، فهي الإجابة اللي هناخدها معانا. تمام. بعد كده earliest changes observed by ophthalmoscope back in background retinopathy، أول حاجات بتظهر ايه؟ الحاجات الصغيرة البسيطة اللي هي مايكرو انيورازم، يبقى earliest حاجات بدري، الحاجات الصغيرة مايكرو انيورازم، مايكرو انيورازم. بعد كده في الاوفثالموسكوب تبقى حاجه صغيره يعني. بعد كده which is not part of metabolic syndrome X، metabolic syndrome X X خد معاها ischemic heart disease. خد بالك كمان ان الميتابوليزم يعني الاسكيميك هارت ديزيز ملوش علاقه بالميتابوليزم. الهايبر ليبيديميا بيأثر على الليبيد والاوبيزيتي والهايبر تنشن، دي حاجات لها علاقه بالميتابوليزم. اللي ملوش علاقه بالميتابوليزم هو الاسكيميك هارت ديزيز. خد اكس مع اسكيميك شبه بعض يعني في النطق وكده. بعد كده افكت اوف دايبيتيك فيتاس، ده فيتاس صغير، فيتاس صغير. احنا عارفين ان الفيتاس بتاع الدايبيتس ده الطفل اللي بيتولد من دايبيتيك ماذر او اللي هو بيبقى عنده دايبيتس وكده، ده بيبقى كبير، بيج فيتاس. اما هو بيقول لك ايه اللي مش معانا؟ ان هو مايكروزوميا. الاجابه اللي هتبقى ايه؟ اللي مش معانا اللي هو مايكروزوميا، لانه اصلا بيبقى بيج بيبي. بعد كده بيقول A patient of impaired fasting glucose range between، اصلا الامبيرد انه يكون من 100 ل 125، الامبيرد جلوكوز امبيرد فاستنج جلوكوز يكون من 105 من 100 ل 125، دي معروفه يعني. بعد كده بيقول ايه؟ ان سموجي فينومينا، سموجي فينومينا ديت اسمها زهره الفجر كده يعني حوار. بعد كده بيقول لك ذا دوز اوف انسولين شود بي ديكريس، المفروض تقلل الدوز يعني. فبيقول لك السموجي سموجي سموجي ديكريس، سموجي ديكريس. بعد كده بيقول لك الجلايكيتد فركتوزاماين، جليكيت فركتوزاماين ان انديكيشن اوف جلايسيميا كنترول لاست. بص احنا هناخد اطول مده، اطول مده اللي هي 14 يوم، يبقى جليكيت فركتوزاماين ديت هناخد اطول مده اللي هي 14 يوم. بعد كده كومنست كوز اوف يونيلاترال اكزوفثالموس، الاكزوفثالموس اصلا كان حاجه مميزه للسيروتوكسيكوزس، وكنا بنقول ان هو في السيروتوكسيكوز ممكن الموضوع يبدا يونيلاترال بعد كده يبقى بايلاترال، فالسيروتوكسيكوز يبقى يونيلاترال اكزوفثالموس. بعد كده ثايرويد اي ديزيز تريت باي اول اكسبت، واحد عنده ثايرويد اي ديزيز يعني عنده اصلا الثايرويد ده زياده، هل هديله ليفو ثايروكسين؟ اكيد مش هديله ليفو ثايروكسين، هو اصلا عنده هايبر ثايرويدزم، مش هديله ليفو ثايروكسين. طب عايز تبصمك خد كلمه ثايرويد مع ثايروكسين. بعد كده مايكرو البيومينوريا اذا يورينري البيومين، البيومين من 20 ل 200، البيومين 20 ل 200، البيومين 20 ل 200 مع التون بتاعي كده. بعد كده الهايبوثايرويدزم از ان يونيتال بيريود مانيفست باي اول اكسبت، الهايبوثايرويدزم اصلا بتبقى الموتيليتي بتاعتنا قليله، فبالتالي بتدخلني في كونستيبيشن، يبقى مش دايريا، لا ده عنده كونستيبيشن. بعد كده ويتش از نوت فيتشر اوف اوتونوميك نيوروباثي، اوتونوميك نيوروباثي قلنا اوتونوميك مونو، مونو نيورايتس مالتيبلكس، اوتونوميك مونو، اوتو مونو، اوتو اوتونوميك مونو، اوتونوميك مونو، مونو نيورايتس مالتيبلكس. بعد كده بنقول ايه؟ ثايرويد اكروباسي، ثايرويد اكروباسي دي حاجه مميزه في الهايبر ثايرويدزم في جرافز ديزيز. ليه بقى معاها كلوبينج، معاها اللي اسمه ايه اليوكونيكيا، يبقى ثايرويد اكروباسي، اكروباسي دي في جرافز ديزيز، في الجرافز ديزيز. بعد كده ابر سيجمنت اكبر من اللور سيجمنت في كل الدوارف ما عدا بتويتر دوارف، بص لقيت كلمه دوارف فوق والدوارف تحت وينجز، يبقى ايه؟ الابر سيجمنت اكبر من اللور سيجمنت في كل الدوارف ما عدا البتويتر دوارف. بعد كده كلاين فيلتر سندروم، كلاين فيلتر سندروم ده واخدينه من ايام ثانوي، الصوره اللي كانت موجوده في ثانيه ثانوي دي كان عنده جينيكوماستيا. بعد كده زودو كاشينج سندروم مي بي فاوند ان اول اكسبت، زودو كاشينج ماله مال دي الميكس ديما، يعني ما لهمش علاقه ببعض، زودو كاشينج ملهاش علاقه بالميكس ديما. زودو كاشينج ممكن يكون اوبيز، ممكن عنده ديبريشن، ممكن بياخد الكحول فدخله في كده، اما الميكس ديما ملهاش علاقه، اصلا اكتر حاجه في الزودو كاشينج ده الكحول، لو بطل الكحول الدنيا بتتظبط. بعد كده بنقول الشاهين سندروم، ده جيان سندروم ديت بيقول لك ايه؟ ان هي اصلا بيبقى بوست بارتم هيموراج، بوست بارتم هيموراج ده يدخلها بعد كده في كاشيكسيا وتبقى اتلح مع العظم يا عيني، والمهم ان هي ايه؟ الشاهين سندروم ديت بقت ستريكنج كاشيكسيا. بعد كده هايبوكلايسيميا، هايبوكلايسيميا از بروديوسد باي اول اكسبت، هايبوكلايسيميا هايبوكالسيميا هو مختار دلوقتي هيستريكال هايبوفنتيليشن، مش الهيستريكال هايبوفنتيليشن ده الهيستريكال هايبوفنتيليشن، اصلا الهايبر فنتيليشن كان هو اللي كان بيعمل هايبوكلايسيميا، يبقى اللي كان بيعمل هايبوكالسيميا، اللي كان بيعمل هايبوكالسيميا هو الهايبر فنتيليشن، الهايبر فنتيليشن كان بيعمل هايبوكالسيميا، يبقى الهايبو مش هيعمل هايبوكالسيميا يعني، لان الهايبوكالسيميا بتتعمل بالهايبر. بعد كده بيقول جاينيكوماستيا مي بي برودوسد افتر تريتمنت وذ اول اكسبت، احنا ما خدناش ان الريفامبيسين خالص بيعمل جاينيكوماستيا، عارفين ان الديجيتاليس بيعمل، وعارفين السبيرينولاكتون والسيمتيدين بيعمل، لكن الريفامبيسين عمرنا ما قلنا انها بتعمل جاينيكوماستيا يعني. بعد كده برايمري هايبر الدوستيرونيزم از نوت فيتشرد باي، كنا نقول برايمري هايبر الدوستيرونيزم مش بيتعمل، مش بسبب اديما، مش كومون يعني ان هو سبب اديما. ليه؟ كان في حاجه اسمها كنت كاتباها ايه، سكيب فينومينا، حاجه ايه
كده على ذاكرتي اللي بتضيع. اه الرينال سكيب فينومينا والهايبو والهايبوكاليميا يعني ومعاه بوليوريا، يبقى اصلا البرايمري هايبر الدوسترونيزم مش بيعمل اديما. ليه مش بيعمل اديما؟ لان احنا كان عندنا رينال اسكيب فينومينا وعندنا الهايبوكاليميا واللي عندنا بوليوريا، فمش هيحصل اديما يعني. بعد كده which is following not associated with hypothyroidism. الهايبوثيرويدزم بيبقى اصلا تخين فمش معاه ويت لوس، يبقى الحاله اللي عندها هايبوثيرويدزم يبقى تخينه ويت جين مش ويت لوس. لا بعد كده الزودو هايبو بارا ثايرويدزم. البارا ثايرويد اصلا مسؤول عن الفوسفات اكسكريشن، فما البارا ثايرويد يبقى قليل معناه ان الفوسفات هيبقى زياده، فهو بيقول لك الهايبو بارا هايبو قليل معناه ان الفوسفات هيبقى زياده، فما تقولش ليا ان هو قليل، يبقى ايه نوت اسوشيتد ويز ريديوسد ليفل اوف بلازما فوسفات. كومونست كوز اوف في كروموسايتوما. في كروموسايتوما ده تيومر بيجي في الادرينال المضله فمعروفه يعني. بعد كده بلامر نيلز. برامر نيلز ديت كانت سكندري ثايروتوكسيكوزيس وكنا بنعالجها بجلوكوكورتيكويدز. بعد كده فرولكس سندروم. فرولكس ده مش عنده دايابيتس، احفظوها كده وخلاص. فرولكس ده مش عنده دايابيتس، فرولكس مش عنده دايابيتس. بعد كده نقول لك الترياد. اه عندي ثلاث حاجات دلوقتي، هايبوناتريميا هيموديليوشن ومعاها يورين هايبرتونيك بلازما. ده الصياده معروفه يعني، يبقى الصياده ثلاث حاجات اللي هو الهايبوناتريميا والهيموديليوشن واليورين هايبرتروفي. يبقى احنا عندنا الصياده، الصياده هو ترياد سياد ترياد ترياد سياد ترياد ترياد سياد. بعد كده كلاسيفيكيشن اوف بيزل جانجليا في الهايبو بارا ثايرويدزم. هايبو بارا ثايرويدزم كان اكتر حاجه تعمل بيزل جانجليا، يبقى الهايبو بارا ثايرويدزم كان اكتر حاجه تعمل كلاسيفيكيشن في البيزل جانجليا. بعد كده تيرشري هايبر بارا ثايرويدزم. اصلا السكندري هايبر باراثايرويدزم كان بيعمل بكرونيك رينال فيلير، والتيرشري كان بلونج ستاندنج كرونيك رينال فيلير، يبقى التيرشري هايبر باراثايرويدزم كان بيعمل كرونيك رينال فيلير. بعد كده بيتعمل قصدي بالكرونيك رينال فيلير في البريجننسي. البريجننسي بقى ايه الانتي ثايرويد اوف تشويس اللي هو الكاربميزول. اصلا كان قايل ما بيستخدموش لانه بيعدي البلاسينتا، بس احنا هنحفظها كده وخلاص. يبقى في البريجننسي هنستخدم الايه الكاربميزول، يعني هو البريجننتي دي اصلا حالتها كارب فهناخد لها كاربميزول. بعد كده which is not recognized features of myxedema. اه الاكروباشي الثايرويد اكروباشي ديت كانت اصلا مع مع الهايبر ثايرويدزم مش الميكسيديما، يعني هي مش العكس يعني اصلا. يبقى ثايرويد اكروباشي دي كانت مع الهايبر ثايرويدزم مش الميكسيديما، يبقى ايه اللي نوت ريكوجنايزد اللي هو الثايرويد اكروباشي. بعد كده بيرسيستنت ماسكولار ويكنس تتميز بيه الكوند سندروم. الكوند سندروم يبقى فيه هايبوكاليميا. الهايبوكاليميا ديت هو اصلا البوتاسيوم هو اكسجين العضله، فالعضله دلوقتي البوتاسيوم قليل فيحصل ماسكولار ويكنس. بعد كده which of the following augment growth hormone. اصلا هو المفروض ان الجروث هرمون اللي بيقلله الاسترس بيقلله، كلمه اوجمنت دي المفروض يزود، مش عارفه بصراحه انا عارفه ولا مش عارفه يعني، بس هو ايه الاسترس بيقلل الجروث هرمون، احنا هنختار زي ما هو مختار جروث هرمون هناخد معاه الاسترس. بعد كده بيقول سندروم اوف انابروبريت انتي دايوريتيك هرمون اللي هو الصياده يعني، كل دول ما عدا ايه اه هناخد مش هناخد معايا اللي هو بص كلمه صياده بتبقى حرف الاس، خد معايا صبي اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس من الاخر كده، صياده سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، صياده سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. السكندري دايابيتس ميليتس كود نوت كود بي كوزد باي اول ذا فولوينج اكسبت الستيل ليفنسون سندروم. يبقى سكندري مع ستيل، سكندري مع ستيل، سكندري مع ستيل ليفنسون ليفنسون سندروم. بعد كده بيقول ان دايجنوز اوف دايابيتيك ميليتس ويتش از ترو. قال لك اصلا البلازما جلوكوز كونسنتريشن يكون 15% higher than the whole blood vessels، يبقى اصلا في الدياجنوز بتاعه صح ان البلازما جلوكوز يكون عالي. امتى اشخص الدايابيتس؟ ما البلازما جلوكوز ليفل بيكون ايه عالي. بعد كده بيقول لك typical presentation of diabetes mellitus كل دول ما عدا ايه الرزيما نودوزم. يعني احنا عارفين ناس كتير عندهم دايابيتس ما شفناش حد منه عنده رزيما نودوزم، يبقى دايابيتس مش معاه الرزيما نودوزم، مش حاجه مش حاجات من مش بالtypical presentation ليه يعني الرزيما نودوزم. بعد كده causes of short stature in childhood including the following except الهايبرثايرويدزم. الهايبرثايرويدزم مش بيعمل شورت ستيتشر، ده العكس اللي لو كان عنده هايبو كان ممكن يعمل له شورت ستيتشر، اما الهايبر مش بيعمل شورت ستيتشر، يبقى الشورت ستيتشر مش مع الهايبر خالص يعني. بعد كده ثايروتوكسيكوزيس. ثايروتوكسيكوزيس الموتيليتي عنده زايده، هو عنده موتيليتي زايده بيدخل مني في ضيارية، اما مش كونستيبيشن. اما الكونستيبيشن كان بيعملها مين؟ اللي هو هايبوثايرويدزم. اكروميجالي ويتش از ترو. الترو بتاع الاكروميجالي ان هو بيبقى عنده اللي هي بروجنستازم اللي هي الجو بتاعه بيبقى ريسكشن، في ريسكشن اوف ذا جو، وكمان معاه التيث بتبقى التيث بتبقى سيبريتد، يبقى كاركترايزد باي ريسكشن ريسكشن مش عارفه اقراها ازاي decision of the lower jaw. بعد كده the following statement about goiter is true. ايه اللي صح عن الجويتر؟ بصراحه دي انا حافظاها كده على بعضها، خد معاها deafness اللي هو ايه اعمل ايه اطرش.
the following statement about goiter اللي هو ايه الدفنس ان تشايلد هود سجست دايجنوز اوف ديس هرموجينيسيس، هو ما عندوش هرمون فبالتالي بقى دف بقى دفن عنده بقى عنده دفنس. بعد كده بيقول لك ايه تيبيكال بايوكيميكال فايندينج ان برايمري هايبر الدسترونيزم انكلودز ذا فولوينج اكسبت. اصلا اللي احنا عارفين ان الباراثايرويد هرمون بيحول ال 25 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول الى 25 هيدروكسي كوليكالسيفرول، قصدي العكس من 25 ل 21، فالمفروض اصلا ان هو يكون لما يكون الباراثايرويد زايد يبقى اصلا ال 25 ده زايد، فمعنى ان هو قليل يبقى لا هو مش معانا، يبقى مش معانا، يبقى احنا عندنا هايبر باراثايرويديزم المفروض ال 25 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول ده يكون عالي، فمعنى فاختار اللي هو ما يكونش ان هو يعني الاجابه اللي هختارها اللي هي الايه اللي هو الديكريزد يعني لانه مش ديكريزد اوريدي انكريزد. بعد كده زي تيبيكال كلينيكال فيتشرز اوف كاشينج سيندروم انكلود ذا فولوينج اكسبت. جماعه كاشينج سيندروم بيعمل هايبر جلايسيميا، فما تقولش ان هو بيعمل هايبوجلايسيميك ابيسودز يعني، يبقى الكاشينج سيندروم بيعمل هايبر جلايسيميا يبقى مش بيعمل هايبوجلايسيميك ابيسودز. بعد كده بيقول لك ايه which of the following about thyrotoxicosis are true except اللي اصلا احنا عارفين المالتي نودولار اكتر من اليوني نودولار يعني، يبقى هو كل دول ما عدا ايه ان المالتي نودولار اقل، لان هي مش اقل المالتي نودولار مش اقل من اليوني نودولار يعني، المالتي نودولار مش اقل كوم مش ليس كوم من اليونيلاترال. بعد كده ذكرنا كان فيتشرز اوف سايروتوكسيكوز انكلود ذا فولوينج اكسبت. اصلا السايروتوكسيكوز بتروح بقى بتعمل اتريال فيبريليشن، ما احنا كنا بنقول اصلا البلس بيبقى اللي بيبقى فيه مشكله وبتاع بوتر هامر بلس والحوارات ديت، وكنا بنقول انها بتعمل ويت لوس لان هو اصلا السايروتوكسيكوز معروف جدا بالويت لوس، بيعمل مايوباثي ليه وكنا بنقول بروكسيمال مايوباثي وهو مش قادر يسرح شعره وكده، والاكزوفسالماس دي اكتر حاجه مميزه ليها، اما البريفرال نيوروباثي مش حاجه يعني مميزه ليها قوي، مش كلينيكال فيتشر قوي للثايروتوكسيكوز، يبقى السايروتوكسيكوز مش مميز ليه البريفرال نيوروباثي، البريفرال نيوروباثي اكتر حاجه مع الدايبيتس اصلا. بعد كده ديفلوبمنت اوف سمبل كولويد، السمبل كولويد دوت از اسوشيتد ويز اولد فولوينج اكسبت. الكولويد جويتر ملوش علاقه بالكالسيوم، يبقى الواحد كان كالسيوم كتير هل ده هيعمل له جويتر؟ اكيد لا، يبقى ملوش علاقه بالكالسيوم، يبقى الكولويد جويتر سمبل خالص ملوش علاقه بالكالسيوم، ملو علاقه بمين؟ بالايودين، يبقى له علاقه بالايودين كنت اقول لك تمام، اما الكالسيوم لا ملوش علاقه. تيبيكال كلينيكال فيتشرز اوف برايمري هايبر الدسترونيزم انكلود ذا فولوينج. احنا دلوقتي معانا هايبر الدسترونيزم، كان هو اصلا هايبر الدسترونيزم كان بيروح يسحب لي الكالسيوم الباراثايرويد، بيسحب الكالسيوم من البون فبيدخل البون في استيس فبروزا سيستيكا. بصراحه انا عامل اكسبت يعني عامل سكيب للاكسبت كده عشان شايفه ان دي هي الصح، مش عارفه بقى اللي عنده اللي عارفها يبقى يقولها يعني. يبقى اللي هو البرايمري هايبر الدسترونيزم المفروض ان هو بيعمل استيسيس فيبروزا سيستيكا، فاحنا هناخدها دلوقتي زي ما هم واخدينها وخلاص. بعد كده ريكوجنايز هايبر كالسيميا انكلود اول ذا فولوينج اكسبت اللي هو السيفير هايبوثايرويديزم. اصلا الهايبر كالسيميا الهايبوثايرويديزم بيبقى فيه البون بيبقى فيه بيعمل ارثرايت بيعمل اسمه ايه لو انا نسيت اوستيوبروزس واوستيوارثرايتس، فبيبقى فيها هايبوكالسيميا، يبقى الهايبوثايرويديزم بيبقى فيها اوستيوارثرايتس واوستيوبروزس، معناه ان الكالسيوم بيبقى قليل، يبقى الهايبركالسيميا مش بتبقى مع الهايبوثايرويديزم لان في الهايبوثايرويديزم الكالسيوم بيبقى قليل. بعد كده بيقول لك ذا فولوينج ستمنت اباوت ادرينال جلاند فيسيولوجي از ترو. بالنسبه للادرينال جلاند، الادرينال جلاند اصلا هو بيقول لك مين اللي بيتحكم فيها؟ الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش انكريز ادرينال اندروجين اند كورتيزون. بالنسبه للادرينال جلاند الاي سي تي اتش هو المسؤول عن الادرينال اندروجين والكورتيزون، كما كنا نقول بيجي يتحكم على الزونا فيزيكولاتا والزونا ريتيكولاريس، الزونا فيزيكولاتا الزونا فيزيكولاتا فيعمل ليها الكورتيزون والريتيكولاريس فيطلع عليها الادرينال اندروجينز وكده. بعد كده بنقول ايه adverse effect of the oral corticosteroids، كل دول ما عدا ايه شفت كلمه زودو جود خدها، زودو جود خدها، ما جبناش سيره زودو جود خالص، خد كلمه زودو جود، لقيت زودو جود تاني برضو خدها. بعد كده في كروموسيتوما كنا بنقول موجوده في الادرينال مظله، وقلنا ده تيومر، فالتيومر هي كل تيومر اقل تيومر هيفقد وزن، فهو بيقول لك هل هو يعمل يفقد وزن؟ لا، هل هو هيعمل ويت جين؟ لا، هتقول له يا باشا ده بيعمل ويت لوس فمش بيعمل ويت جين. بعد كده which is false regarding the insulin induced hypoglycemia، بالنسبه لايه اللي غلط على الانسولين يوزد هايبوجلايسيميا؟ قال لك ايه هناخد معاها كلمه مانداتوري، كلمه مانداتوري وخلاص، كلمه مانداتوري احنا حاولنا نفهمها ما فهمناش، يبقى ايه مانداتوري؟ يبقى احنا السؤال دوت هناخد معاه كلمه مانداتوري. بعد كده زي تيبيكال فيتشرز اوف في كروموسيتوما انكلود ده تيومر، تيومر فالشخص طبيعي الشخص ده يبقى معاه بالور، يبقى ماركت سكين بالور، يبقى تيومر ماركت سكين بالور، تيومر ماركت سكين بالور، اي حد عنده كانسر بيبقى معاه ماركت سكين بالور. بعد كده سكندري دايابيتس ماليس، عندك كلمه سكندري دايابيتس خد سكندري هايبر الدسترونيس، سكندري دايابيتس خد معاها سكندري هايبر الدسترونيس، لان اللي مالهمش علاقه ببعض اصلا يعني، يبقى دايابيتس والالدستير مالهمش علاقه ببعض، فهنا اكسبت اهو، يبقى خد لقيت سكندري دايابيتس خد معاها سكندري هايبر الدسترونيس. بعد كده تيبيكال سيمتومز اوف هايبوجلايسيميا ان دايابيتس انكلود ذا فولوينج اكسبت،
اه واحد عنده دايبيتس دلوقتي، الدايبيتس هل مريض دايبيتس بيعمل ابنورمال بيهيفير؟ لا مش بيعمل ابنورمال بيهيفير، وكمان بيقولك ان الجلوكوز اكتر من 70، يعني الدنيا مش واقعه قوي، الدنيا كويسه، هو اكتر من 70 كويس، فمش هيعمل ابنورمال بيهيفير. يعني يبقى شخص والجلوكوز بتاعه اكتر من 70، هل ده ممكن يعمل ليه ابنورمال بيهيفير له علاقه بالدايبيتس؟ اكيد لا. ما يبقى ما هو الجلوكوز ما يكون اكتر من 70 مش وحش قوي يعني، لدرجه انه يعمل له ابنورمال بيهيفير وكده. بعد كده بيقول لك ايه، there is increase in perinatal mortality rate. اه لا السؤال هو diabetes mellitus during pregnancy، يعني الستات الحوامل اللي عندهم diabetes فغالبا يعني المورتاليتي ريت بتاع الاطفال بتاعهم بيبقى عالي، يبقى البرينيتال مورتاليتي ريت غالبا بيبقى عالي يعني. بعد كده بيقول ايه، typical features of acromegaly include the following except. اه ان احنا عندنا اصلا الاكروميجالي ده بعمل لهم تيست معين اسمه السبريشن تيست، بروح مديهم جروس هرمون، لقيت ان الجروس هرمون سبريسد اوريدي، يبقى دوت نورمال. لو لقيت ان هو ما حصلش له سبريشن معناه ان هو عنده اكروميجالي. فهنا بيقول لك الجروس هرمون سبريشن ديورنج الجلوكوزولايسيس، لا مش هيحصل له سبريشن لانه عنده اوريدي اكروميجالي. امال هو ايه، مش هيحصل له سبريشن، لان لو حصل سبريشن يبقى هو نورمال، وهو مش نورمال، هو اوريدي عنده اكروميجالي. ان شايل دوت جروس هرمون ديفيشنسي which is true، قال لك ان هو ديلي بون ديفلوبمنت ان كاركترستيك فيتشر. ماشي، احنا عارفين دلوقتي ان الجروس هرمون هو اصلا المسؤول عن النمو وهكذا، ومسؤول عن النمو ومسؤول عن البون والبون والانابوليزم والحاجات دي، فهو عنده مشكله في الجروس هرمون، هل هو الديفلوبمنت بتاعه يبقى كويس؟ لا هيبقى ديليت، يبقى عنده مشكله في الجروس هرمون فيبقى ديليت بون ديفلوبمنت. بعد كده بيقول لك ريكوجنايز ذا كوز اوف ذا شورت شورت ستيتشر. خدوا بالكم ان الكلاين فلتر سندروم اصلا والمرفان دول كان حاجات لونج طول، يعني الكلاين فلتر والمرفان طول، كلاين فلتر والمرفان دول بيبقى طول، كلاين فلتر ومرفان طول على عكس بقيه الحاجات. بقى بعد كده ريكوجنايز كوز اوف هايبو بيتوتيريزم، هايبو بيتوتيريزم انكلود ذا فولوينج اكسبت. هايبو بيتوتيريزم الاكروميجالي حاجه هايبر بيتوتيريزم، الاكروميجالي معناها ان البيتوتري بتطلع هرمونز كتير، فهي مش هي اللي هتبقى الاكسبت يعني، يبقى الهايبو بيتوتيريزم كل دول ما عدا الاكروميجالي. بعد كده واتش از تيبيكال set of symptoms of hypoglycemia، واحد عنده hypoglycemia غالبا بيبقى جعان hunger معاه dizziness weakness بيبدا يرتعش trembling معاه headache، يبقى احنا hypoglycemia لو بنلاحظها على الناس اصلا حوالينا لانه بيبدا hunger بيبدا يرتعش dizziness يدوخ وكمان weakness ومعاه headache. طيب بعد كده بيقول which type of the hypoglycemia would insulinoma cause، هايبوغلايسيميا قلنا نفس الفكره فاستنج، هايبوغلايسيميا هو الفاستنج، هايبوغلايسيميا هو الفاستنج، هايبوغلايسيميا ماي بي ا سمبتوم اوف وات ديزيز، هايبوغلايسيميا بيبقى اديسون ديزيز، اديسون ديزيز اصلا بيبقى فاقد الهايبو، الاديسون ديزيز بيبقى عندنا ثلاثة هايبو، هايبو تنشن هايبوغلايسيميا هايبو باور، اديسون بيبقى ثلاث حاجات كل حاجه هايبو، يعني الحاجات دول الثلاثه دول هايبو، هايبوغلايسيميا هايبو تنشن هايبو باور يعني كنتيجه لهم، مع بقى الهايبر بيجمنتيشن هايبر كلمه وكده. لكن اللي يهمنا دلوقتي الهايبوغلايسيميا في الاديسون ديزيز. ويتش هرمون از بقى السؤال اللي بعده بقى، which hormone is responsible for many symptoms of hypoglycemia؟ اللي هو الابنفرين. لو بصيت دلوقتي هتلاقي ان الكورتيزول بيعمل هايبر جليسيميا يبقى مش معانا، والثايروكسين برضو بيعمل هايبر جليسيميا فيبقى مش معانا، والتي اس اتش بيروح على الثايروكسين والحاجات ديت فبيعمل هايبر جليسيميا فيبقى مش معانا. امال ايه اللي معايا؟ الابنفرين بيعمل هايبوجليسيميا، لان الشخص بيحاول يعني يستهلك كل الطاقه اللي عنده عن طريق الابنفرين ده فبيعمل هايبوجليسيميا. بعد كده ذا كومونست كلينيكال فيتشرز اوف ذا مين 1. اه المين دوت المين ثلاث حاجات كنا بنقول بيشتغل على ثلاث حاجات، ثلاثه بي على الباراثايرويد يعمل هاي باربارا ثايرويدزم، وعلى البيتويتري، وعلى يعمل اكروميجالي، وعلى البنكرياس. فاحنا دلوقتي هو بيشتغل على مين اكتر حاجه؟ يبقى الهايبر بارا ثايرويدزم، هايبر بارا ثايرويدزم بارا اللي حرف البي يعني. which one of the following is feature of pathogenic men to be؟ اه ديت بص من تو بي اللي هو ايه، ميكوزال نيوروما، انا حافظاها كده بصراحه، ميكوزال نيوروما، ميكوزال نيوروما، من ميكوزال نيوروما، من ميكوزال نيوروما، من ميكوزال نيوروما. بعد كده هايبوكالسيميا كان كوز ذا فولوينج اكسبت. اه يعني انت دلوقتي عندك الكالسيوم قليل، هل الكالسيوم قليل هل هيتكون كالسيوم ستونز؟ بالعقل كده لا مش هيتكون كالسيوم ستونز، الكالسيوم ستونز بتتكون لما الكالسيوم يكون كتير، فدلوقتي الكالسيوم قليل فبقول لك الهايبوكالسيميا هل هتعمل رينال ستون والنفروكالسينوس؟ لا غلط، يبقى دي الاكسبت اللي معايا. بعد كده ان بيشنت ويز دو هايبو باراثايرويدزم، الباراثايرويد هرمون از ايه. بعد كده كنا بنقول البيشنت اللي معاه زودو هايبو باراثايرويدزم، هو دلوقتي الهايبو صحيح هايبو لكن الباراثايرويد مش قليل، الباراثايرويد تمام شغال، الهرمون شغال تمام، الفكره ان هو شغال وانكريزد كمان لانه نيجاتيف فيدباك، لكن الفكره ان هو مش قادر يقوم بوظيفته، يبقى هايبو باراثايرويدزم هو شغال لكنه مش قادر يقوم بوظيفته، هو قصدي ما بيتفرز وبيتفرز زياده عشان من الهايبر كالسيميا اللي موجوده والحاجات من الهايبو كالسيميا اللي موجوده وكده، لكن هو مش قادر يقوم بوظيفته فتلاقيه زايد. بعد كده تريتمنت اوف هايبر كالسيميا انكلود
واحد عنده هايبر كالسيميا كنت بديله انترافينوس سالاين، كان نوع من انواع الديليوشن يعني، وبديله كالسيتونين عشان يعكسه، وبديله لوب دايوريتكس برضه عشان ينزل يعمل لص للكالسيوم ده، يبقى اول اوف ذا اباف. الكوشنج سيندروم ويتش از فولس، اي قالك ان ما يجيب ريزن تو هايبوتنشن. يا جماعه الكوشنج اصلا بيعمل هايبر تنشن، كاشينج بيعمل هايبر تنشن. بعد كده ويتش اوف تايب 1 انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس ان اسوشيتد ويز اول ذا فولوينج اكسبت. اه نبقى الهيموكروماتوز، ايه اللي جاب الدايبيتس للهيموكروماتوز بعد عن بعض يعني، يبقى تايب 1 تايب 1 اصلا ده هو صغير خالص ملوش علاقه بالهيموكروماتوز. ذا فولوينج ستيتمنت، ذا فولوينج ستيتمنت تايب 2 بالنسبه لتايب 2 دايابيتس ماليتس، قال لك ان هو ما فيش دليل واضح ان هو اوتو اميون. احنا عارفين اصلا ان تايب 2 ملوش علاقه بالاوتو اميون، اما تايب 1 هو اللي كان حاجه اوتو اميون. فتايب 2 قال لك ان ما فيش دليل واضح يقول لك ان تايب 2 دايابيتس ده كان اوتو اميون، لا هو مش اوتو اميون ولا حاجه. بعد كده سكندري دايابيتس ماليتس شيد وذ فولوينج اكسبت البان هايبوبيتوتيريزم. لو عم احمد، لو كنت شفت عم احمد اللي عنده اكروميجالي كان بيقول لك ان هو كان عنده هايبر باراثاير هايبر بيتويتاريزم اللي هو الاكروميجالي، فكان معاه سكندري دايابيتس ماليس. يبقى السكندري بيحصل من الهايبر بيتويتاريزم مش البان هايبو بيتويتاريزم، العكس يعني. بعد كده ذا فيسيولوجيكال افكت اوف ذا انسولين ويتش از ترو، الانسولين بيعمل ايه؟ بيقلل الجلايكوجينولايسيس. يعني اصلا انت عندك دلوقتي انا مش عايز الجلوكوز يزيد، انا اتفرزت عشان اقلل الجلوكوز، فالجلايكوجينولايسيس بيكسر الجلوكوجون فبالتالي الجلوكوز هيزيد، فهو بيقلل العمليه ديت عشان الجلوكوز ما يزيدش يعني. بعد كده البيجوانايد دراج، البيجوانايد دراج از دايابيتس ميز ويتش از ترو، قالك اصلا بيستخدموا الويت لوس. لو سالت اي حد من الناس اللي بيخسوا كده هتلاقي ان هو كان بياخد اسمه ايه بيجوانايد. بعد كده the following statement about drug therapies in diabetes mellitus are true except، اه بيقول لك ان هو ان هو اصلا بيعمل هايبر انسولينيميا وهايبوجلايسيميا. يعني دلوقتي اللي عندك الدايابيتس، انا بس بستخدم دواء للدايابيتس، هل هديله عشان يعمل هايبر انسولينيميا؟ هستخدم دواء للدايابيتس، هل هديله الدواء عشان يعمل هايبر انسولينيميا وهايبوجلايسيميا؟ اكيد لا، يبقى هو مش عايزه يعمل هايبر انسولينيميا ولا هايبوجلايسيميا. يبقى السايلو مش عارفه اقرا الاسم بصراحه، بروديوس هايبر انسولينيميا اند ايه هايبو هايبوجلايسيميا. حاسه انا دهت بكل دول ترو ما عدا ان هو بيعمل هايبر انسولينيميا وهايبوجلايسيميا. ان ذا تريتمنت اوف سيفير هايبوجلايسيميا ان ا دايابيتيك بيشنت، افصل عشان حاسه فصلت، بسم الله. وقفنا عند سؤال 76، ذا تريتمنت اوف سيفير هايبوجلايسيميا which is true. اللي اصلا الهايبوجلايسيميا ممكن تعمل سيريبرال اديما، ودي حاجه يعني السيريبرال اديما يعني. بعد كده بيقول لك فاكتورز بريسبوزنج فريكوينت هايبوجلايسيميك ابيزودز، كل دول ما عدا ايه السايزايت. السايزايت ملوش علاقه اصلا بالهايبوجلايسيميا والليله البيضه دي، اللي مش معانا السايزايت، يبقى اصلا الهايبوجلايسيميا ملهاش علاقه بالسايزايت، فهناخد ايه السايزايت دايوريتكس كده. بعد كده تيبيكال كلينيكال فيتشرز اوف دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، دايابيتيك كيتو اسيدوزيس مش الكلينيكال فيتشر بتاعتها بتعمل حاجات ديت اللي هو بقى معاها ابدومينال بين ومعاها اير هانجر ومعاها كمان رابيد ويك بلس نتيجه ان هو الكيتو النقص الجلوكوز وكده، ومعاها فومتنج كونسبيشن. لكن اللي هو بريفيوز سويتنج وسويت اولد وسكن بلور، لا مش بيبقى معاها بريفيوز سويتنج ولا سكن بلور، يبقى دايابيتيك كيتو اسيدوزيس مش السكن بلور مش من الحاجات المميزه ليها. بعد كده بيقول لك ايه فايندينج اوف اكسبكتد، اصلا ما فصلش الواي فاي. بعد كده بيقول لك الاكسبكتد فايندينج اوف من مودريتلي سيفير دايابيتيك كيتو اسيدوزيس اولد فولوينج اكسبت لو ابسنس اوف كيتونز ان يورين، يعني ما يكون عنده دايابيتيك كيتو اسيدوزيس مش لكن هو اصلا الفايندينج مش من اصلا المفروض يكون في كيتونز في اليورين مش ابسنت، يعني هي مش بتبقى ابسنت، انا بلاقيها في اليورين، هي اللي بتدليني اصلا عنده دايابيتيك كيتو اسيدوز محلله الكيتونز وكده. بعد كده ان ذا مانجمنت اوف دايابيتيك كيتو اسيدوز ويتش از ترو، قال لك بقى يا سيدي انت عندك دلوقتي البريفرال سيركيوليت فيلير ريكوايرد رابيد فوليوم ريبليسمنت سيرب، يعني دلوقتي الراجل ده عنده دايابيتيك كيتو اسيدوز فعنده السيركيليشن بتاعته اصلا بقت ضعيفه وبقى فيها فيلير، فانا لازم دلوقتي اعمل له ايه اصلا معروفه الف ب كده في الدايابيتيك كيتو اسيدوز، بروح اعمل له رابيد فوليوم وريبليسمنت ايه رابيد فوليوم ريبليسمنت. يبقى احنا عندنا دلوقتي البيشنت ده جاي بدايابيتيك كيتو اسيدوز، دايابيتيك كيتو اسيدوز فمعناها انه عنده بريفرنس سيكريتوري فيلير، انه عنده مشكله دلوقتي، فبالتالي هعمل له ايه رابيد ريبليسمنت في رابيد فوليوم ريبليسمنت. بعد كده بيقول ذا كلينيكال فيتشرز اوف دايابيتيك ريتينوباسي انكلود اول ذا فولوينج اكسبت، مالناش دعوه بقى بالسبازم والارتيريو فينوس نيبنج ديت. يبقى ليه الكلينيكال فيتشرز بتاعت الدايابيتيك ريتينوباسي كل دول ما عدا اللي هي الارتيريو فينوس نيبنج الارتيريو سبازم، يبقى احنا اللي هناخد اللي فيها ارتيريو سبازم، يبقى الدايابيتيك ريتينوباسي مش هناخد الارتيريو سبازم دي.
بعد كده بيقول لك ايه ذا فولوينج ستمنت اباوت لونج تيرم كومبليكيشن بتاعت الدايبيتس ما عدا ايه، قالك